مرة أخرى تعود الانفجارات إلى عدن في محاولة جديدة لضرب أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عبر استهداف مبنى البنك المركزي، وعليه تبدو التبعات هذه المرة سياسية أكثر من أي شيء آخر، وتأتي في إطار الرد على قرار نقل البنك، القرار الذي أصاب الميليشيا في مقتل بالنظر إلى تبعاته على الاقتصاد الحربي للميليشيا، وهو ما يجعل البعض يشير بأصابع الاتهام إلى تحالف الانقلابيين. سيارة صالون يعني أعتقد برادو تفجرت على باب البنك المركزي، ولكن الجنود المتواجدين داخل البنك هم اللي قاموا بتصدي لهذه السيارة، وما فيش أي أضرار، معنا 7 يعني جرحى داخل المستشفى الأطباء بلا حدود، وإن شاء الله صحتهم كويسة والحمد لله. تأتي هذه المحاولة بعد أن أصبح البنك يشكل عصبا مهما في إعادة بناء منظومة الدولة والقيام بدوره في إنعاش اقتصاد البلاد عبر جمع إيرادات المناطق المحررة للإيفاء بالتزاماته تجاه المواطنين، وهي المهمة التي ما زال البنك يجد صعوبات وعقبات جمة في إتمامها، لعل أهمها افتقاره لقاعدة البيانات والأنظمة المحاسبية المتواجدة في فرع البنك المركزي لدى صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيا. تتكاثف التحديات أمام إدارة البنك المركزي، فخلافا للتحديات الاقتصادية يبرز الوضع الأمني التحدي القديم المتجدد، وهو ما يجعل من البنك والسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة إجمالا في مواجهة خطرة بالنظر لما تمثله من قيمة لدى الشرعية، ولذا لن يقبل الشارع بسوى النجاح كمحصلة لهذه المواجهة.